الحقيقه اليومين اللي فاتوا كان في كلام كتير جدا عن مساله استضافه بطوله كوبا امريكا، خصوصا بعد ما تم سحب ملف تنظيم البطوله من كولومبيا ومن الارجنتين كمان. خلاص رسميا اعلن اتحاد امريكا الجنوبيه لكره القدم استضافه البرازيل للنسخه المقبله من بطوله كوبا امريكا. بالمناسبه الاعلان كمان شمل تثبيت موعد البطوله، واللي ان شاء الله هيكون في الفتره من 13 يونيو الى العاشر من يوليو. يعني خلاص قضي الامر بعد حاله كبيره جدا من الجدل، بطوله امريكا الجنوبيه 2021 ستقام في البرازيل. كوبا امريكا برضو عشان نفكر حضراتكم يعني هي اقدم مسابقه كره قدم دوليه بالعالم، يعني بتنافس عليها طبعا منتخبات اتحاد امريكا الجنوبيه. والقصه برضو لو هنروح لتفاصيل اكتر، الارجنتين سبق واعلنت التخلي زي ما كريم قال عن استضافه البطوله بسبب فيروس كورونا، وقبلها بايام كان كولومبيا اللي اعلنت برضو انسحابها من التنظيم بسبب كورونا ولاسباب اخرى كانت داخليه. كولومبيا طلبت تاجيل البطوله لنوفمبر لكن الاتحاد وقتها رفض. يعني خلينا نقول لحضراتكم اصابات كورونا سجلت كمان في الأرجنتين يوم الخميس الماضي، لو هنتكلم بلغة أرقام رقم قياسي في عدد حالات الإصابة الجديدة بالعدوى، سجلت 41 ألف حالة و 80 إصابة، يعني عفوا 41 ألف و 80 إصابة، فأعتقد رقم مش بسيط أبدا. وده رغم أن هناك الدولة عايزة أقولك كانت فرضة قيود كتيرة جدا في إغلاق يعني للبلد، يعني كندا مثلا من الدول برضو اللي عندها إغلاق، في دول كتيرة جدا عاملة إغلاق تام، بس للأسف برضو في منهم أعداد بتزيد وفي منهم اللي أخدوا الفاكسين الأعداد فيها لحد ما يعني بتنخفض، فالموضوع لسه احنا بنتكلم في يعني ثيرد ويف اللي هي الموجة الثالثة. الموجة الثالثة، فلا لسه احنا ما خلصناش من هذه الكارثة، او يعني زي ما بنقول هذا الفيروس، فاكيد لسه في دول برضو متخوفه، لان احنا بنتكلم بطولات زي كده او كوبا امريكا ده يعني حاجه ما هياش بسيطه، فبعض الدول ان هي تنسحب متفهمين ده برضو، بس على البرازيل ان هي تتوخى الحذر وعلى نني عينها بتنسحب بطبيعه الحال. كل دوله اكيد عايزه تاخد السوكسي بتاع تنظيمها المظبوط ليه، طبعا سياحه رياضيه كبيره بالشكل ده، فطبعا ربنا يعني نرجع ونقول ربنا يصلح الاحوال. تعالوا بقى نروح ل